أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. يا صاحب الزمان الغوث العجل العجل، يا صاحب الزمان هل ترانا في شدة بما جنت يدانا؟ إنا توسلنا بكم غياثا لذنا وفي سمعك مشتكانا، جئناك والحسين في المآقي دمع وفي عزائه عزانا، جئناك في صدورنا خيام شبت وأنت تنظر الدخانا، جئناك والعباس دون كف يرفعها فينجلي أسانا، جئناك فوق صدرنا رضيعون بين الظمايا دلع اللسانا، زينب لزمنا أذيالها كي ترجع الحصانا، عليك أقسمنا بكل خدر ما هان إن كان الزمان هانا، عليك إنا نعقد الأماني فاكتب لنا يا سيدي أمانا، فاكتب لنا يا سيدي أمانا. شلون حالك من تصل وادي لطفوف وللمصارع ذيج بعيونك تشوف، وشفت عباس مقطوع الجفوف وحالي يا المهدي ذوب مهجته، عمك العباس
عشيم لنهر مطروح وبعين السهيم اجفوف يما مقطع ويما العلايم والعمود براس ابو فاضل فتر هاي صورة تشوفها وصورة بعيد أكثر وأكثر يا أبو صالح وشيد فوق صدر حسين طفل بهالمهد شوف مذبوح ويزود ونتاك واللي يزيدك سيد هموم قهار من تشوف حسين مقطوع النحايار جالت الخيل على صدره والظهار هالمصيبة عليها تسكب دمعتك والمصيبة منها يلتاع القلب من مشد زينب أسيرة ويا الغروب ريت كون تشوفها بذاك الدروب بولية العدوان راحت عمتها إيه حسين